تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظم الموارد البشرية المركزية الدورة الخامسة من معرض عجمان للتوظيف تحت شعار الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح، وذلك يومي 10 و11 من إبريل الجاري من 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء في مركز الإمارات للضيافة في عجمان، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة وعرض أكثر من 1110 شاغرا. يهدف المعرض إلى توفير الفرص الوظيفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات، ويتيح الفرصة أمام الجهات المشاركة للتعرف على إمكانيات الباحثين عن عمل العلمية والعملية. للمزيد من المعلومات اتصل على 870.